مفيش اي داعي ان انا اضغط ولا من اشخاص ولا من المجتمع ولا من اي شيء ان انا اوصل لمرحلة من الاستهلاك التفاخري ان انا اشتري اكل معين علشان ابقى اكلت في المكان الفلاني او البس لبس معين علشان يبقى لبست من الماركة المعينة دي. الاعتدال والوسطية هي الاساس للدين الاسلامي، وبالتالي نحن موجودون في هذه الارض لاعمارها، لاكتساب الرزق وانفاقه في الشكل الصحيح بما هو مستحب، ننفق ما علينا من واجبات، نشتري الضروريات ونبعد عن الأشياء الغير ضرورية، وإحنا كأولياء أمور وكأمهات وآباء نحاول إن إحنا نرسخ ده داخل أولادنا. الرضا هو أساس كل شيء، ابعدوا عن كل الأفكار اللي بيتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالاستهلاك التفاخري بالأكل والإسراف في الوجود في أماكن معينة. ما تخليش حد يجبرك إن أنت تعمل حاجة أو تكون تحت وطئ الضغط مجتمعي، انت ربنا خلقك في مستوى اجتماعي معين، ربنا مديك حاجات وحارم غيرك منها ومدي غيرك حاجات وحرمك منها، كلنا هناخد ال24 إيراد.